أوكي. نحن نقف هنا أمام قصر باكنغهام في وسط لندن، وهو المقر الرسمي للملكة إليزابيث الثانية، لكن الملكة ليست هنا، هي الآن في قلعة وينزر، حيث تقول الأنباء أنها استقبلت ابنها الثاني الأمير أندرو صباح أمس، وأبلغته بقرارها تجريده من رتبته العسكرية ومن ألقابه، كما أنه منع من استخدام لقب صاحب السمو الملكي. قضية الأمير أندرو أثارت الكثير من الجدل وتثير الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام وفي عموم الشعب البريطاني بشكل عام، نظرا لحساسيتها، وهي تأتي في وقت غير مناسب إطلاقا، خاصة وأن الملكة هذا العام ستحتفل بالعام اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، أي أنها على العرش منذ 70 عاما. الملكة في المملكة المتحدة تحظى بالكثير من الاحترام والتقدير نظرا لطول المدة التي جلست فيها على العرش ولسجلها الحافل بالإنجازات، لكن قضية الأمير أندرو تثير الكثير من الإحراج للأسرة المالكة. هناك تقارير تتحدث عن أن القرار اتخذ بموافقة أو بمشاورة من الأمير تشارلز ولي العهد ونجله الأمير ويليام مع الملكة، وأن القرار كان جاهزا بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة أو قرار القاضي محكمة نيويورك حول فيما إذا كانت المحكمة ستمضي قدما في النظر في الدعوى المدنية التي رفعتها فيرجينيا روبرتس ضد الأمير أندرو، والتي تتهمه فيها بالإساءة إليها والاعتداء عليها جنسيا عندما كانت في 17 من عمرها.